عم ترفع الفرد بوشي يا كلب. يهرب بنتك بتقولي حالك؟ لك عم ليش بتطلعني؟ لما عم لبنتك قال انه شافها مع شبع الموتور ما كان غلطان. شو بدي حالك؟ مين قال ابوك على هالتربايه العاطله؟ اللي صار امبارح بيناتنا شو معناته بالنسبه لإلك؟ ولا شيء ولا شيء. لك هذا عرضي وشرفي، عرضي وشرفي. وردي انا بحبك.